رأيك؟ يا مساء الخير والهنا والسعادة، مساءكم رضا ورحمة من الرحمن على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم درتين وراجل. أحب أرحب بصديقتي شيماء الرشيد. أهلا يا شيماء. أهلا يا شيماء، أخبارك؟ الحمد لله. أهلا بالسادة المشاهدين، وحشتونا جدا. النهاردة هنتكلم عن صراع داخلي بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين قوة إيمان وضعف إيمان. هنتكلم النهاردة عن خطر لا يقل عن جرائم القتل والسرقة، فيعتبر السحر من أشد الجرائم، حيث قال الله عن إن السحر طريق للفساد والضرر بين العباد. ففي كل يوم بنشوف ناس بتعاني من أعمال السحر، ولازم نعرف أن الله يفسد عمل الساحرين بقوله تعالى: فلما ألقى السحرة قال لهم موسى، صدق الله العظيم، ستوب، فاصل. فلما ألقى قال موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى إلكم ما أنتم ملكون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يفلح عمل المفسدين. صدق الله العظيم. السحر مذكور في القرآن والسنة. السحر مجموعة من العزائم والطلاسم تقرأ على الشخص المذكور به، المقصود به السحر، ليه أضرار سلبية جدا وتأثيرات سلبية، منه أنه يمرض، منه عدم الخلفة، منه عدم الزواج. وطبعا هيكلمنا النهارده عن السحر فضيله الشيخ اللي منورني النهارده في الاستوديو، الشيخ عبد العال فتحي عناني بوزاره الاوقاف، خطيب وامام بوزاره الاوقاف والازهر الشريف. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ شيماء، ازي حضرتك؟ منورنا يا فندم. منورين دول. اهلا بيك يا فضيله الشيخ، منورنا. منور استاذ شيماء، ازي حضرتك؟ تكون حضرتك طيبه. وانت طيب وحضرتك طيب. هننتظر اتصالاتكم على الارقام الموضحه على الشاشه. احب اسال فضيله الشيخ اول سؤال، وهو ازاي اعرف ان الشخص اللي قصادي عنده سحر او مسحور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الجن والإنس لعبادته وصيرهم وفق إرادته وأنزل منهجا يضمن سعادة لحياتهم، فسبحانه أمرنا بتقواه وأنار أفئدتنا بهداه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مدادها، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، إن خطر السحر خطر عظيم. بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام الأمين، فالقرآن الكريم قد أخبرنا بأن الساحر هذا كافر، وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا يعني مربط الفرس، يعني هذا السحر عندما يأتي يعني من هو تعريف السحر أصلا وإيه شدته؟ يعني أنا أعرف سحر سفلي، سحر أسود، إيه أنواع السحر؟ هي مسميات من عندنا نحن، هذه المسميات أطلقت من المجتمع أو من داخل المجتمع. أما القرآن الكريم والسحر موجود أصلا بنزول القرآن من اللوح المحفوظ، طالما أن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ،
ونزل في القرآن آيات السحر. يعني مش من أيام الفراعنة بس كما يدعي بعض الناس إن سحرة فرعون وغير ذلك، لا، السحر نزل مع نزول القرآن. حتى أنهم ادعوا في الدولة الوثنية قديما على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء بالبيان الرباني، قالوا عنه بأنه ساحر، وقالوا عنه بأنه كاهن، وربنا سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال وما هو بقول ساحر، وعندما قال سبحانه وتعالى وما هو بقول كاهن قليلا ما يؤمنون، وقالوا شاعر، وربنا قال أيضا وما هو بقول شاعر. وعندما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن البيان والتبيان قال إن من البيان لسحرا. ليه من البيان لسحرا؟ لأن اللغة ممكن الإنسان يطوعها تبقى بتعمل عمل يعني السحر أو التخيل. يعني عندما تريدين أو أريد أن أضع كلمة في غير موضعها فأنا بحطها في غير موضعها، عندما تكون اللغة والبيان والجنان متوفر عندي فأنا بحط اللغة حيث أردت. لكن فالسحر أيضا معناه له أسماء كثيرة جدا، اسمه سحر التخيلات، واللي هو نزل به سيدنا إبراهيم عليه السلام عشان يبطل كل الأوهام دي والطلاسم دي والأمور دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يعني يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى. وربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا في القرآن الكريم بأننا ندافع عن الشرع وعن الدين وعن السنة من خلال منهج الله ومن خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فرق كده يا شيخنا، نعم، في فرق كده بين السحر والمس؟ نعم، السحر ده عمل يعني كافر والعياذ بالله. يعلمون الناس السحر بدليل ان هم استاذتنا ادعوا على سيدنا سليمان اللي هو نبي من عند الله في العهد القديم، وقالوا بان سيدنا سليمان من هو اللي ربنا اداله ملك لا ينبغي لاحد من بعده، ادعوا عليه بعد كده لان كان الكاتب بتاعه آصف بن برقية، وآصف بن برقية ده هو اللي بيكتب كل شيء عن سيدنا سليمان ويدونه تحت كرسي سليمان عليه السلام. فبعد كده بقى يعني قالوا ان آصف هذا عنده يعني معرفة بالاسم الأعظم. فلما مات سيدنا سليمان او توفي سيدنا سليمان عليه السلام، الشياطين عرفت مكان هذا الاسم الأعظم، وعرفت مكان الكتيبات هذه اللي هي تحت كرسي سليمان، فأخذتها وحطت بين كل سطر وسطر كلمات زائدة عن قول سيدنا سليمان، سليمان لم يقولها أبدا. ده لكن التطور كمان اللي احنا فيه، وصلنا في 2020، نعم، وبنلاقي دعاية وإعلان على السوشيال ميديا وفي التلفزيون، جلب الحبيب، نعم، رد المطلقة، نعم. طب ليه بيسمحوا بالحاجات دي واحنا أصلا كمان الإسلام حذرنا من السحر ومش عاوزين؟ كل هذا أستاذة لجلب الأموال ولتخريب العقول. العقل هذا ده الإمام عباس العقاد رحمه الله أو الكاتب العظيم عباس العقاد كان مؤلف كتاب اسمه يعني العقل فريضة إسلامية. والعقل هذا من ضمن الكليات الخمسة اللي احنا يجب الإنسان يحافظ عليها، سواء المال أو الدين أو النسل أو العقل أو العرض، كل دول اسمهم الكليات الخمسة. الكليات الخمسة دول منهم العقل، فالعقل أصلا فريضة إسلامية. فاحنا ما بنترك للعقل ما ندوش مساحة ان هو يفكر ازاي ان ده هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع أو هذا غير مشروع، يبقى احنا بنخرب العقول. وبعدين ده حاليا يا استاذتنا يعني ملايين مليارات الجنيهات الان بتصرف على تخريب العقول، مثل الاعلانات اللي حضرتك تفضلت بها، مثل الشيخه فلانه، مثل الشيخ فلان، للاسف الشديد يعني يطلقون عليه شيخا، يعني هذا شيخ شيخه الشيطان. ده بيقولوا كمان ان في رساله عشان تبقى معالج روحاني، سوري، شهاده تبقى معالج بيها روحاني. لا، في شهادات فعلا تبقى معالج هم يقولون هذا، يعني احنا الروحانيات دي تبقى من عند الله سبحانه. لا، الروحانيات دي من خلال القران. عاوز روحانيات القران بالزبط. جاء احد الناس في حديث سيدنا سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، جاء رجل الى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اشعر بضيق في صدري، فقال اقرأ القرآن، عندك ضيق اقرأ القرآن شفاء للقلوب، وبعدين علاج الأوهام دي كلها دي أدويتها القرآن والسنة.
سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عرفنا احنا نعالج ازاي. عاوزين روحانيات، القران كله روحانيات، كل يوم ورد معين في كتاب الله، الذكر اصلا روحانيات، التسبيح روحانيات، تهليل روحانيات، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه روحانيات. وربنا قال في القرآن ومن يعش عن ذكر الرحمن قال نقيد له شيطانا. يعني معنى كده اللي متعرضين على السحر ناس بعيد عن ربنا، ولا ممكن يكون ملتزم بالصلاة والصوم وفرائض العينة حضرتك وممكن يعرض للسحر؟ حضرتك لو هو ملتزم بالصلاة والأمور الشرعية ما اتبع السحر، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الساحر كافر والكافر ساحر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد كفر. اللي يسحر يبقى كافر. وبعدين في حاجات تانية حديث كتيرة جدا قالها المعلم الأول والمربي الأول والمرشد العظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيبين في حديث يقول من أتى وفي حديث يقول من ذهب. من أتى ده له معنى ومن ذهب له معنى. طيب ذهب وصدق أو أتى وصدق، وذهب ولم يصدق ولكن من حب استطلاع، حب مثلا يقول لك ان قراءه زي ما احنا بنسمع قراءه الفنجان والبرود وغيرها من كل دي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى ساحرا او عرافا، يبقى بدليل ما سيدنا النبي يقول هذا يبقى السحر موجود. لما يقول من ذهب او من اتى ساحرا او عرافا يبقى السحر اساسه موجود. وسيدنا النبي في حديث كنا تعلمناه قديما ونحن في الازهر، شايف لسه في المراحل الاعداديه قديما، كان بيقولنا في ماده التوحيد يقول لك يعني ايه تعلموا السحر ولا تعملوا به، لكن نعمل به فين؟ نعمل به في الخير. واحد مضرور ازاي انت تقيه ازاي؟ وراحوا كاتبين كده تحت العنوان ده او البند ده كاتبين تعلمت الشر لا للشر آتيه ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر وقع فيه. ده زي ربنا. كلامنا عن السحر بس هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني ان رجعنا لكم ولسه مكملين مع فضيله الشيخ عبد العال فتحي. اهلا بحضرتك استاذ شيماء. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ساحرا معرفا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه معنى كفر بما انزل على محمد؟ معنى كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. ده الغيب ده بتاع مين؟ بتاع الله، بتاع ربنا. وبعدين المفاتيح كلها عند مين؟ عند ربنا. المفاتيح كلها عند الله ربنا سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس قال إلا في كتاب مبين. فكل شيء عند رب. ربنا قال لم يقل ومفاتح الغيب عنده، ولكن قال عنده مفاتح الايه الغيب عشان هو الواحد بس اللي عنده مفاتح الايه الغيب. ان احنا عندما نلجا لا نلجا الى ساحر. طب في الفتره الاخرانيه ست الشيخ دلوقتي انتشرت حاجه اللي هي انتهاك حرمه الموتى، دلوقتي بيعملوا الاظحار وبيدفنوها مع الموتى. صحيح. طيب ديت ايه جزائها وليه الساحر بيلجا يعمل كده؟ يعني ايه اللي بيخليه يلجا يعمل كده؟ ده نوع من الاذى ان ما بيحط الشيء ده في اعتقاده، لان ده بكل دي حرب للعقيده. كل الامور اللي بتحصل دي كلها حضرتك دي حرب العقيده الاسلاميه. فاللي بيعمل السحر هذا مجرم. اللي بيعمله هذا مجرم. ولا يتوقع ان هو بيسمى سحر سفلي؟ ده دي اقوال يقولوا هم يطلقون هذا لانه بيتوضا يعني كما قرانا، لانه بيعمل اشياء تغضب الحق سبحانه وتعالى. يتوضا باللبن، يتوضا باللبن، بيدخل الحمام ويخلع ملابسه ويظل يعني عشان يحضر كما يكون هو انقياد مش تحضير. هو اسمه سحر الانقياد
عشان بيلطم على خده على وجهه عشان يحضر الايه؟ يحضر الجن. والساحر خد المعلومه دي حضرتك ولكل المشاهدين الكرام، ياخذوا المعلومه دي مني، الساحر في نهايه حياته لا يموت الا اعمى. يعني مالوش توبه؟ لا يموت اعمى. ما يشوفش خالص. لا ما يشوفش خالص. ما يشوفش خالص. لان بسبب اللي هو كان الاعمى بالاذى اللي بيعمله. الائمه الاربعه، معظم الائمه الاربعه، الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك، وفي روايه ثانيه قالوا لا ده الامام ابو حنيفه والامام احمد والامام مالك، قالوا ان الساحر حده ضربه بالسيف. طب الشخص اللي بيلجا للساحر بيبقى ليه نفس عقوبه الساحر؟ ما هو الاثنين خلاص. النبي قال، النبي قال قال من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر، والساحر كافر والكافر ساحر، يبقى فقد كفر بما انزل على محمد. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من ده فصدقه، او من اتى فصدقه. الحديث الثاني من ذهب الى ساحر او الى عراف ولم يصدقه، لكن حب استطلاع، نروح للساحر الفلاني عشان نشوف كلامه ده ايه نظامه، اشوف اي قصه. طب ايه اخطر الحالات اللي مرت على حضرتك؟ نعم. ايه اخطر الحالات اللي مرت على حضرتك في الساحر؟ يعني من اخطر، يعني اخطر امور طبعا، وفي حالات كتيره جدا، بس ده من ضعف الايه؟ الايمان. ده ضعف الايمان. ده ضعف الايمان. لان لب العلاج هو الايمان. الايمان. لان ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. تلاقي كلمه الضاد دي، ضنكا دي، الضاد دي تلاقيها دائما موضوع حتى البرنامج بتاعنا. طرتين وايه؟ وراجل. طرتين وراجل. حضرتك تلاقي مثلا ايه؟ في حضرتك الثاني في الضر او الضرر. لا تلاقي حرف الضر، حرف الضر ده دائما تلاقي كله ما فيش فيه ايه؟ شيء يعني ياتي بايه؟ ياتي بخير. طب ليه فضلت الشيخ؟ ليه الساحر بيلجا برضه لاستخدام الدم او الظفر او الشعر او الصوره في استخدام سحره؟ هل ده يعني بيساعده في مهمته اللي هو بيضر بيها الغير؟ هل الموضوع ده بيساعده في انجاز مهمته اللي هو بيضر بيها الغير؟ لا حضرتك، كل مش يضر الغير، زي ما احنا سمعنا قديما ان حاليا، او حاليا مش قديما ولا حاليا، في عصرنا هذا او في العصر العشرين، عشان يخرج مثلا اثار من مكان معين راح قدم بنته وذبحها عشان الساحر طلب منه كده، اذبح بنتك عشان ده، لان عشان اقرر لك الكنز اللي تحت او التماثيل اللي تحت او الاثار اللي تحت، لازم انت تذبح ايه؟ تذبح دم، يعني دم. ده من تخريب العقول. شعب مغيب. شعب مغيب عقليا تماما. لان مغيب دينيا. لو هو ملتزم دينيا وحافظ دينيا هيبقى عارف. لو عنده عقيدته سليمه ان ده تخريب العقيده. لو عنده سيدنا النبي ابنه بيموت امامه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وكان وده سيد الاول والاخرين، كان في استعداد سيدنا النبي يعمل له لو كان تحضير ارواح او انه يحييه او كده. ولما مات سيدنا ابراهيم ابن سيدنا النبي قالوا الشمس، ايامها كسفت الشمس، فقالوا ان الشمس كسفت لموت ابراهيم. النبي لما حس ان في العقيده هيبقى في خلل في العقيده صلى الله عليه وسلم، وفي حزن، قام النبي خطيبا صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس ان لا الشمس ولا القمر ينكسفان لموت احد ولا لحياته. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. لو بيقولوا البنت الحلوه لما بتصحى من النوم بتلاقي علامات في جسمها، فناس يقولوا لها ده سحر، ده مس، ده حسد، ده جن عاشق، هو بيبقى ايه بالظبط العلامات دي؟ ده حضرتك ده المفروض احنا حضرتك النظر في المراه كتير، لان دايما معظم الفتيات او يعني ايه دايما بتقف قدام المرايه، ايه قدام المرايه كتير جدا. وقفتنا امام المرايه دي لها كلام في السنه، لها كلام في العقيده. مش معنى ان انا اقف امام مرآه ان انا خلاص ارجل شعري. هو انا كان نفسي اكمل مع حضرتك الكلام، بس للاسف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني ايه؟ يقول اللهم كما احسنت خلقي احسن خلقي. يعني وانت امام المرآه، يعني في ادعيه وانت خارجه من البيت، ازاي ربنا يحميك من الشيطان؟ ازاي وانت في البيت برضه مش انت لوحدك ولا لوحدك؟ كل التحصين بقى، كل التحصين. انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يعني الشيطان بيشوفنا، فازاي تخش الحمام؟ ازاي قبل بسم الله عشان اعوذ بك من خبث خبائث يبعد عنك. في المراه كذا، الثوب وانت خارج من البيت. قطع حضرتك بس للاسف وقت حلقتنا خلص. نعم. مش حلقتنا بس اللي خلصت، تفضل ايام قليله قوي، ونودع 2020 ونقول لها باي باي، ونستقبل 2021 سنه سعيده على حضراتكم جميعا. عايز اقول حاجه، يا ريت اي حد في خلاف بينه وبين اي حد تاني يعني ندخل السنه الجديده بحب وبسماح. لا،
تسامح، حب وتسامح. وزي ما خالد سليم بيقول كده، ننسى اللي فات وحشدني قوي الغمازات، وربنا يجعلها سنة خير علينا كلنا والخير كله لمصر، ونشوفكم على خير إن شاء الله في درتين وراجل. باي باي.